حلقة اون تايم على الموعد ليوم الخميس 2 أدار 2023، أنا وزميلتي ريتا. دكتور منال متولي أول فنانة مصرية تشكيلية بتعرض لوحات زيتية عن العائلة المقدسة. عاش الزعمة ومات التعليم الرسمي بلبنان. الهند الأولى عالمياً بانقطاع الإنترنت. ارتفاع دولار جمركي من 15 ل 45 ألف. طفل لبناني بيلمع بكرة القدم وباريس سان جيرمان عم ينتظره. ضحية جديدة لمسلسل استهتار بدماء النساء والفتيات بلبنان. حفرة جديدة بلبنان ممكن يقولوا انه هيدا نيزك. المصرف المركزي رح يبيع ويشتري الدولار على منصة صيرفة ب70 ألف. أما بالنسبة للمعلومة الطبية اليوم أو بالصحة، أكيد رح نحكي عن تقلصات العضلات وطريقة علاجها. بالنسبة لضيوفنا ريتا، أول ضيف معنا عصام لحود، رئيس ومؤسس مجتمع بيروت السينمائي، ليكون عم نحكي عن مهرجان بيروت الدولة للسينما المرأة بدورته السادسة. وتاني ضيف رح يكون معي الدكتور وفاء هيدموس، المديرة العامة لمشروع بي سي تي اس، تنحكي عن المؤتمر الختامي لمشروع More Than a Job. أما بالنسبة لضيفتنا الثالثة فرح تكون معنا الزميلة إليت زعرور، رئيسة لجنة رعوية المرأة بأبرشية جبال المارونية، لنحكي عن الذبيحة الإلهية باليوم العالمي للمرأة. وضيفتنا الأخيرة رح تكون مدربة المهارات الذاتية والتنمية الاجتماعية ريما دروبي، لنحكي عن موضوع كتير مهم اللي هو قديش أهمية أو شو يعني أنك تكوني امرأة. تابعونا أنا وزميلتي تمارا بحلقة الخميس 2 أدار 2023 من بروجرام على الموعد أون تايم.